السلام عليكم. اليوم نضربوا طلع على الملعب تاع نيلسون مانديلا، رائع على كل حال. هو على حسب رأيي أنا هو أفضل من الملاعب كلها. أفضل ملعب هو ملعب نيلسون مانديلا، ثم يأتي ملعب تيزي وزو، ثم يأتي ملعب وهران، ثم في الأخير يأتي ملعب دويرة. حسب النظرة ديالي، التصور ديالي، يعني الطموحات ديالي بالنسبة لهذه الملاعب. وكان واحد النقطة مهمة جدا حابين نتكلم عليها، هي قضية البث التلفزيوني نتاع المقابلات هذو. لو بد أنا نعطيها نجيب من الآخر هاد المسؤولين، البث ما نعاودش نولو للور. لازم البث التلفزيوني اللي رانا نشوفوه فيه أثناء المنافسة تاع الشان، هذه هي لا ريفيرونس، هذه هي هكذا ولا اكثر. ما نعاودوش نقولوا لتحت، ما نعاودوش نقولوا للور. مسؤولين على مستوى الاذاعه والتلفزيون والسلطات والوزاره وكل يعني لي زوبيراتور متدخلين في العمليه نتاع الانتاج نتاع كره القدم والمنافسه بصفه عامه، لابد ان كل هذه الامور لابد ان تؤخذ بعين الاعتبار في مقابلة مقبلة. حتى يعني بالنسبة للمقابلات نتاع البطولة الوطنية، لازم هذا هو البث التلفزيوني، هذا هو يعني النوعية تاع الملاعب و يعني الظروف تاع كرة القدم بصفة عامة. لازم هذا هو، هذه هي لا ريفيرونس اللي لازم نمشيو عليها، ما لازمش نوليو اللور. أنا أؤكد وأعيد يعني أقرر، وسوف نتابع في المستقبل في المقابلات اللي سوف تجرى في الجزائر، لابد ان تكون عندنا ان ستاندينغ ان نيفو، مستوى نتاع البث التلفزيوني، مستوى تاع تسيير مقابلات، مستوى تاع تسيير كره القدم بصفه عامه. لازم ما نهبطوش تحت النيفو هذا اللي رانا نشوفه فيه في الشان، باش نقدروا نصدروا نسوقوا البطوله تاعنا وندخلوا اموال كبيره. لازم يفهم المسؤولين هذو باللي هذا المستوى هذا ما راحش يكلف لنا اموال اضافيه، بل بالعكس بهذا المستوى يكون في مقدورنا تسويق البطولة الوطنية، مقابلة اللي تجرى في الجزائر بصفة عامة، تسويق كرة القدم الجزائرية إلى قنوات رياضية الدولية. إذن هذه هي، ونستنى منكم باش تساندوا كرة القدم برأيكم، يعني يقظة تاعكم، باش ما نعودوش نقولوا لامبيديوكريتي هذيك اللي كنا فيها من قبل. والسلام عليكم.